جسور من التعاون البحثي بين جامعة القدس ومراكز بحثية متميزة حول العالم. عمادة البحث العلمي في جامعة القدس تهدف بشكل رئيسي للنهوض بالبحث العلمي في الجامعة وفلسطين. تسعى جامعة القدس باستمرار للتميز في الإنتاج البحثي والمعرفي. تقدم الجامعة من خلال الشراكات العالمية التسهيلات والعديد من الفرص لطلبتها وباحثيها. تعتبر جامعة القدس نموذجا ناجحا في تميز البحث العلمي، وهي السباقة في تأسيس عدد من الكليات الريادية.